أهلا بكم تتابعون معنا في العرب اليوم. تطورات الأزمة الأوكرانية، مجلس الأمن القومي الروسي يدفع نحو استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأوكرانيا توجه مذكرة لمجلس الأمن تطالب بعقد جلسة طارئة. في العرب اليوم نتابع أيضا زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين. أما في السودان فنتابع آخر التطورات الميدانية، مظاهرات متواصلة هناك مطالبة بعودة الحكم إلى المدنيين. العرب اليوم، معي أنا جمال عز الدين في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس، 5 بتوقيت غرينتش. تابعوا أيضا بثنا المباشر على يوتيوب.